اهلا وسهلا فيكم اليوم بحلقه جديده ان شاء الله من حلقات برنامجكم على نار هاديه. اليوم ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض وصفات حلويات حلوه جدا ان شاء الله هتعجبكم. بس قبل ما نبدا مع بعض ونشوف ايه وصفاتنا بحب اشوقكم شويه نشوف مع بعض شويه معلومات عن كريم بروش اللي انتم عارفينه هو معانا. وكريم بروش اللي انا دايما بنصح فيه من بدايه حلقات برنامجنا وبقول انه كريم بروش هو الكريم اللي بتقدري تستعمليه لكافه انواع البشره. وظيفه كريم بروش ايه؟ كريم بروش هو اللي بيقدر يفتح لي البشره بتاعتي بمقدار درجتين خلال شهر واحد من الاستعمال. هو كريم مناسب لاي نوع من انواع البشره زي ما قلت، وهو طبيعي 100% مستخلص من الفيتامينات الطبيعيه، ملوش اي اثار ضاره. دايما اي كريم لما بيكون مكوناته طبيعيه وفي فيتامينز مستحيل يكون ضار. هو بيحتوي على ايه؟ لازم تكوني عارفه بيحتوي على ايه. بيحتوي على الكولاجين وعلى الالاستين والليكوريش والكوجيك اسيد وفيتامين سي وفيتامين اي والبانثينول. طبعا المكونات دي هي من يعني تعتبر يعني خلاصه اهم المكونات اللي لازم تتواجد باي كريم حتى يكون الكريم ده يقدر يفتح البشره ويفتحها لي زي ما احنا قلنا بمقدار درجتين خلال استعمال اول باول شهر. اي بنت تقدر تستعمله سواء كانت صغيره او كانت كبيره، سواء كانت حتى اطفال تقدر تستعمله بشكل آمن. حتى لأولادك لو رايحين البيسين، لو راجعين طبعا أخذوا طبعا شمس فمحتاجة حاجة تخفف الالتهابات وتخلي السمار يخف، فكريم بروش هو حل مثالي للموضوع ده. هو بيقضي على الانتفاخات اللي بتكون تحت العين والسواد والهالات السوداء، لأن هو طبعا في الفيتامينز اللي احنا ذكرناها وفي الكولاجين. كمان حابة أقول أنه هو بيقضي على كمان الفروق الألوان اللي بتكون في البشرة، يعني البشرة لو كانت فيها اللون مش موحد هو بيقدر يوحد لون البشره، بيقدر يزود نضاره الجلد والبشره لانه فيه الكولاجين والبانثينول. احنا دايما عارفين لما بنشتري كريمات اهم مكونات فيه فعلا الكولاجين، معروف وبيستخدم لاغراض تجميليه لحتى يقضي على تجاعيد البشره ويخفف ظهوره مع الوقت ومع السن. كلنا بنكبر، كلنا ممكن تبدا تظهر عندنا تجاعيد، فبدل ما نروح دكتور تجميل ممكن نستعمل كريم بروش. طيب هو كمان فيه البانثينول وفي الليكوريش، وهم حاجات دي بتقلل حصول الجفاف وبالتالي بتمنع حصول الاسمرار، لأن الجفاف أو الاحتكاك والشمس دي كلها بتعمل التهابات وبالتالي بتخلي البشره تسمر. طيب طبعا كريم بروش هو منتج طبيعي زي ما انا قلت ومكوناته طبيعيه، مش بيسبب التهابات، مش بيسبب اضرار. زي ما قلنا ان الكولاجين مكون مهم جدا في كريمات التفتيح وفي الكريمات اللي بتزود النضاره وبتقلل من ظهور التجاعيد. يستخدم للبشره عموما والمناطق الحساسه، وممكن تستعمليه لاي يعني حد باي سن، لاطفالك وضع يعني يكون بشكل آمن، لأنه هو زي ما قلت منتج من مكونات طبيعية ومن فيتامينز. طيب سعره يعتبر سعر لطيف جدا، أي حد يقدر يشتري، يعني حتى بنت صغيرة حتى لسه في الثانوي في الجامعة تقدر من المصروف تحوش سعره، عشان السعر ده متناول الأيدي. هو 48 جنيه يعتبر طبعا السعر ده لفترة محدودة، هيكون السعر متوفر بالشكل ده. متوفر فين عندنا كريم بروش؟ كريم بروش ممكن تحصلي عليه من الصيدليات، من اي صيدليه، وده يخليكي مطمئنه لما يكون الكريم متوفر في الصيدليه، فده يعني ان هو خضع لكافه التحاليل اللازمه لحتى ياخد التصاريح يبقى يتباع في الصيدليه. مستحيل كريم او دواء يتباع في الصيدليه من غير ما يكون الكريم اخد التصاريح المطلوبه وتعمل تحاليل على عينات اخذت من الكريم تم فيها التأكد من احتوائه على الفيتامينز اللي اتكتبت، على الكولاجين، على الكوجيك أسيد. لازم تكون العينة دي حققت المواصفات المكتوبة في العلبة. ثانيا العينات دي تتاخد يتعمل فيها تجارب بحيث يثبت انها مش بتسبب التهابات، بالعكس للفوائد اللي احنا ذكرناها. طيب فكده هو اخذ التصاريح، سعره حلو، انصحكم انه تشتروا كريم بروش وتستعملوه وان شاء الله تلاقوا النتيجه اللي انتوا عايزينها. طيب هنبتدي مع بعض نشوف ايه هي الوصفات النهارده. وصفاتنا ما ننساش قبل معلش ما نروح لوصفاتنا، عايزه افكركم بالصفحه، صفحه كريم بروش اللي بنقدر منها نعرف كافه المعلومات، اللي نقدر فيها نعرف كافة المعلومات عن كريم بروش، وبالتالي تتواصلوا مع الصفحة حتى تقدر تاخدوا معلومات عن كريم بروش وتتواصلوا فين بيتباع وفين لا أنا عايزة كيو كارد. طيب فإحنا دلوقتي صفحة معانا وهنبتدي نقرأ المقادير بتاعتنا بتاعت الحلو النهاردة. فدي معانا صفحة كريم بروش، تتواصلوا تاخدوا أي معلومات أنتوا عايزينها، أي حاجة طبعا، أي استفسارات. طيب خلاص ماشي، يلا هنبدا مع بعض نشوف المقادير. اول حاجه احنا عاملين النهارده ايه؟ عاملين طبق
حلو سهل سريع. عايزه اقول مش ضروري تكوني اشطر حاجه في الحلويات حتى يطلع معاك طبق حلو رائع، شكلا مضمونا سهل وبوقت قياسي بصراحه، يعني سريع. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل حلو، انا مسميته حلو ايه؟ عشان كله شوكولا فسميته شوكولاتينو. شوكولاتينو عشان تاخدي قطعة كده منه ومعاها مج أو فنجان من الكابوتشينو أو كوباية فرابتشينو اللي انت عايزاه، وخدي حلو شوكولاتينو. هنشوف المقادير مع بعض. عندي 4 بيضات حجم كبير، لو البيض عندك صغير ممكن زودي بيضة لو البيض صغير. عندي كوباية من الدقيق، وعندي 150 جرام كوباية دقيق دي اللي هي 150 جرام، وعندي فانيليا نص معلقة صغيرة من الفانيليا السايح علشان نقضي على زفارة البيض، وعندي 3/4 كوباية سكر 190 جرام. أنا حابة أحط بالكوبايات وبالجرامات عشان ما حدش يزعل. عندي نص كوباية حليب سائل اللي هو اللبن بالمصري 120 جرام، عندي 1/3 كوباية زيت 75 جرام، عندي 3 معالق كبار من الكاكاو الخام تقريبا 20-23 جرام، وعندي معلقة صغيرة ونص من البيكنج باودر تقريبا 10 جرامات. طيب أنا دلوقتي أول حاجة هبدأ أعملها هاخد البيض عندي أهو ونبدا نحطه. انت ممكن بالمضرب الكهرباء العادي اللي متعوده عليه، او ممكن لو عندك يعني عجان كده تحطي وتبدي تضربي. طبعا قبل ما انزل بالسكر، حاضر هعمل كده. يلا هناخد دلوقتي هنعمل ايه، انا هبعد مقاديري بس شويه، وعايزه وانا بضرب هسيب العجان يبدا يضرب في البيض وانزل بالسكر بالتدريج. حطيت بس فانيليا وبيض، هبتدي كمان بنفس الوقت اشتغل معاكم في الكريم عشان نكون شغالين مع بعض صح. هبدا اضرب وانزل بالسكر بالتدريج، وهنا هشغل النار عشان هبدا اجهز في الكريمه. انزل بالسكر بالتدريج زي ما انتم شايفين. تمام. طيب الدقيق عندي انا هبعد بس شويه عشان هبعد كده شويه وناخد البوله دي. الدقيق اهو عندي الدقيق، هخلط مع الدقيق البيكنج باودر تمام، ومفروض اخلط معاها كمان الكاكاو. الكاكاو بفضل بصراحة ان دايما انخله عشان دائما الكاكاو بيحتاج يتنخل قبل ما ينزل على دقيق او اي حاجة، فانا لو عندي دلوقتي لقيت المصفى هنخله، انتوا يعني ما عنديش انخله انتوا. طيب هنزل بالسكر، هو مفروض بالتدريج بس انا عشان وقت الحلقه بسرع شويه ونزلت بالسكر مره واحده. طيب عايزه حله، عايزين حله صغيره. طيب ممكن اخد دي، ممكن ناخد دي. ايوه الحله الصغيره دي هاخد كميه اللبن اللي في الكريمه اهو، واقوم حاطه اللبن، وقبل ما احطه على النار ممكن اضرب الحاجات مع بعض. فمعلش انا هرفعه عن النار، معلش استاذ طلعت، هحطه هنا. هنزل عليه بالكاكاو. احنا قلنا الكريمه ولا ما قلناهاش لسه؟ قلنا مقادير الكريمه. طيب بصوا هنقول مقادير الكريمه وانا ابدا شغل بيها الكريمه. خلينا نشوف الكريمه مع بعض. اوكي يلا، عشان انا اخدت اللبن بتاع الكريمه. هعمل ايه؟ العجان عندي طبعا زي ما انتم شايفين، بضرب البيض مع السكر لغايه ما عندي اللون يفتح ويهيش شويه. الكريمه عندي، الكريمه سهله جدا، بعملها على النار وهنعمل عده طبقات من الكريمه لحتى يطلع عندي الحلو انا بقول عليه ده. طيب الكريمه عندي عباره عن 4 كوبايات من اللبن معايا. اخذنا الكريمه اهي، 4 كوبايات من الحليب اللي هو بالمصري لبن، وعندي 3 معالق كبار من الكاكاو اللي انا حطيتهم دلوقتي، و3 معالق كبار من الدقيق اللي هم اهو تمام. طبعا انا عامله نص المقدار هنا من الكريمه، انا بديكم مقدار عشان طبق بايركس كبير. وعندي 2 معلقة كبار من النشا اهو، وكوبايه من السكر. اخر حاجه في عندي معلقه كبيره من الزبده بتضاف بعد ما الكريمه دي على النار تتقل وتاخد يعني السماكه بتاعتها على النار. فانا دلوقتي بس هضرب المكونات دي مع بعض. لا هو شغال بس محتاج اهو، خلاص اشتغل. هضربهم. طب بالمره بقى نشغل العجان شويه، صوت هنا وهنا.
تمام. البيض عندي هنا استاذ طلعت خلاص بقى لونه فاتح واخد الضرب اللازم ليه، وهنا عندي المزيج بتاع الكريمه كمان بقى تمام. فانا هعمل ايه؟ هاخد مزيج الكريمه ده والمفروض ابدا احطه على النار تقليب مستمر من غير ما اتوقف نهائيا. طب واللي هنا عندي ايه هعمل؟ هعمل اني هنزل الحليب السائل اهو، وهنزل بالزيت كده. خلصت السوائل بتاعت الكيكه، يفضل بس البيكنج باودر مع الدقيق اللي اتخلطوا، واخلط كمان الكاكاو عليهم، وبعدين هقلب المواد الجافه مع السوائل. هضرب ضربه بسيطه وابدا اقلب باستمرار من غير ما اوقف على النار. وهناخد تليفون من رحمه. هقفل معلش عشان ناخد رحمه. الو يا رحمه. ازيك يا غفران يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ ازيك، ازاي حضرتك، ايه اخبارك؟ الله يخليك يا حبيبتي، كنت بكلمك انا على فون. الله يخليك يا رب. طبعا فاكراكي على فكره، اسم رحمه انا عارفاه والله يا مدام رحمه. الله يخليك يا حبيبتي، ده انا بحبك والله، انت انسانه محترمه ومؤدبه كده. الله يخليك يا رب. وشغلك هادي كده وحلوه كده، يعني فيكي حاجه مميزه. الله يخليك يا رب. بليز عايزاكي ايه تجربي الحلو اللي بنعمله النهارده ده، سهل قوليلي يا روحي. بسيط والله. ربنا يخليك يا حبيبتي، وخليك وخلي لك ولادي. الله يخليك يا حبيبتي، ميرسي على دعواتك، الله يكتر خيرك يا رب، ميرسي حبيبتي. اعتقد فصل اعتقد. اشكرك، اشكرك جدا على الكلمات الحلوه والله، وعلى الدعوات الرائعه، الله يكتر خيرك يا رب. طيب هضرب تاني بالعجان، وبقلب هنا باستمرار زي ما انتم شايفين. اخلي جنبي ايه الزبده عشان بس الاقي المزيج ده خلاص تقل وربط. هقوم ايه نازله بمعلقه الزبده تسيح. طيب كده كفايه، المفروض انه خلاص يكون باذن الله، يعني انه السكر داب والامور كلها تمام. برجع باكد، انا المفروض انخل بصراحه الكاكاو هنا، انا ما بحبش انزل كاكاو واقلبه على دقيق نهائيا، بحب اني انخل الكاكاو. حتى لو انت عايزه مثلا ممكن تقلبيهم كلهم على بعض، تنخليهم كلهم. كل ما نخلنا المواد الجافه قبل ما ننزل على خليط الكيك كل ما كان افضل. مش لاقي المصفى دلوقتي، فانا ممكن اضطر اني انزل. طب ليه بقول لازم انخل؟ لان الكاكاو دايما بتكلكع، فدايما يفضل ان احنا ايه ننخل او ننخل الكاكاو. فانا هنزل بالكاكاو دلوقتي كده معلش، وبعدين ايه نضرب. بس دايما لما ننزل بالمواد الجافه ما نضربش كتير. هناخد تليفون يا دوب كده تقليب خفيف. معانا تليفون استاذ خالد. الو. سامعك يا شيف غفران. ازيك استاذ خالد صديق البرنامج؟ ما شاء الله عليكي حضرتك، اداء حضرتك في تطور دائما، والكيرف في العالي، ربنا يا رب يفتح عليك كمان وكمان يا رب. الله يخليك يا رب. ما شاء الله، وحلقه امبارح روعه يا شيف غفران والله. بجد. والله عجبتك. ان شاء الله حلقه النهارده تبقى اروع ان شاء الله. الله يخليك، النهارده بقى حلويات وشوكولاتات كتير كتير كتير. بقى فين اللي ياكل؟ اقولي بقى، كل واحد بداخله ينبوع من الماء العذب، فعليه ان يبحث عن اصحاب الدلاء الفارغه. الله. وشكرا يا شيف غفران، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وشكرا على كلماتك الحلوه والله بجد، دايما بتدينا طاقه ايجابيه كده. في يعني انا بدخل الحلقه لما بسمع صوتك والله بجد، يعني لا بسمع كلمات حلوه وبتمد الواحد بطاقه ايجابيه. شكرا كتير استاذ خالد. طيب ضربه خفيفه بس خلاص، انا مش بكتر ضرب. دايما لما ننزل بالمواد الجافه يا اما باليدوي، مضرب السلك اليدوي تقليب سريع او معلقه، او لو حاجه كهرباء ضرب وقفي، عشان ايه الكيكه ما تطلعش تقيله وقوامها يبقى يعني تبقى مكتومه، فدايما ما نقلبش كتير. هناخد تليفون من، ونزلنا الزبده اهو، ناخد تليفون من استاذه منى. الو. صباح الفل. يا صباح الانوار. صباحك جميل حبيبه قلبي، الله يخليك يا رب. ازاي الصحه؟ انا طبعا من اشد المعجبين بحضرتك، وانا متابعاكي على طول. انا حبيبتي، انا مش عارفه انا كلمتك من قبل او كان في تليفون زمان. لا دايما بتصل بحضرتك. حبيبتي أنا دايما بتصل بحضرتك حبيبتي، ما انا قلت انا سامعه الصوت ده من قبل. حبيبتي نورتيني. حبيبه قلبي، منوره الدنيا ومنوره الشاشه وقناه تنك سبيستك على فكره. حبيبه قلبي كبير ليهم. الله يخليكي والله. وانا كمان كان ليا الشرف والله، كرو جميل وقناه محترمه. يا حبيبتي يا رب، الله يكرمك يا رب. الله يخليكي حبيبتي، ميرسي على ذوقك، الله يخليكي ويبارك فيكي يا رب. واشكرك، انا بحبك وحضرتك من ناس محترمين وانسانه محترمه ومهذبه، ربنا يبارك لك. الله يخليكي يا رب، وربنا يبارك فيكي، واشكرك على كلامك الحلو. الله يخليكي يا رب. زي الفل، انا حبيب. بطبح عليكي بس حبيبه قلبي، ميرسي لذوقك يا روحي، الله يخليكي يا رب حبيبتي، اشكرك ميرسي.
حبيبتي ميرسي والله بجد، عمال بتكسفوني بكلامكم الحلو، الله كتر خيركم يا رب. طيب حاليا شو عمال بعمل او بعمل ايه؟ خلصنا مزيج الكيك ده، مفروض يتصب ويدخل الفرن. في عندي سائل لترطيب الكيكه، مش عارفه يمكن استاذ طلعت ما خدناهوش، ناخد اهو مقاديره على الشاشه لو هو موجود. وفي الوقت ده هصب مزيج الكيكه بعد ما ادهن طبق بايركس كبير. ادهنه بايه؟ ادهنه بمسحه زبده عندي او زيت او ايا كان. فانا ممكن يكون عندي دلوقتي مثلا زيت، انا بحب الزبده اكتر بصراحه لمسح اي طبق. او طيب ماشي، طيب يعني نعم. طب ناخد سائل الترطيب قبليها ولا لا؟ عشان طيب طيب ماشي مفيش مشاكل. هنطلع فاصل. انا هعمل ايه؟ دهنت القالب بتاعي اما زبده او يعني نقطه زيت، انا بفضل زبده، برجع بقول حطوا زبده. وهنقوم صب دلوقتي المزيج ده في القالب. بيدخل على فرن 180 من الاسفل بس شغال، هياخد بالظبط يعني رقبيه من 25 دقيقه ل 30 دقيقه هتكون ايه استوى. هنطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نكمل بقى نشوف الكريمه دي وسائل الترطيب ايه الحكايه. فاصل صغير راجعين بعد الفاصل، فاستنونا. ورجعت لكم بعد الفاصل. طيب هنقول بقى عملنا ايه. دخلت الكيكه على الفرن، طبعا الكيكه بالحجم ده اللي هو بايركس كبير، دهناها زبده وحطينا المزيج. طبعا ده حلو الشوكولاتينو زي ما انتم شايفين، كله شوكولا، لو هيبان مع استاذ طلعت هو طبقات من الشوكولا. تمام. طيب حاليا هعمل ايه؟ سائل الترطيب هناخد مقاديره وانا هبدا اشتغل بيه. اوكي، سائل الترطيب عباره عن ايه؟ عباره عن كوبايه من الحليب، ناخد المقادير مع بعض. هقوم حاطه عليها كاكاو اهي، معلقه كبيره من الكاكاو ومعلقتين كبار ونص من السكر عشان اكون حليت الصوص عندي. يعني انا هسقي الكيكه ب يعني سائل شوكولا اهي، طلعت المقادير معانا. لا 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 اهو اهو باين معانا كوبايه حليب هدفيها، ده دافيه اوكي عشان انا اسقي ويكون اللبن دافي. ومعلقه كبيره من الكاكاو، طبعا يا ريت كمان نضربه بالبلندر عشان ما يبقاش في عندي اي كتل صغيره من الكاكاو تطلع في البق، او نصفي بمصفى اللي يريحك. بس انا كمان برجع بقول انا شغاله معاكم هوا في بعض الخطوات، ممكن اختصرها بس بقول عليها تعملوها في البيت. اما تضربي ده بالبلندر عشان يكون ناعم تماما، او تصفيه بالمصفى اللي يريحك. تمام. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ الكيكه بعد ما طلعناها من الفرن تهدى شويه، او حتى لو سخنه مفيش مشاكل، احنا عايزين فورا نسقي. الكيكه طريه وحلوه وده نص المقدار، اما المقادير اللي على الشاشه هي مقدار البايركس الكبير. فورا بصوا قد ايه طريه، اسفنجيه تماما الكيكه دي، ممكن حتى تعملي بيها طرط. بصوا بصوا قد ايه اسفنجيه باينه معانا، بص ده بتطلع صوت. وعلى فكره مع اني انا دي خبزاها من يومين اوكي، فهايله فعلا ككيك، رائع جدا جدا. طيب هناخد المزيج، طبعا برجع باكد اني انا مش مصفي المزيج، فانتوا صفوا المزيج يعني بليز عشان ما يكونش فيه ايه قطع من الكاكاو. طبعا انا عامله نص المقدار فهسقي بنص المقدار. فطبعا ايه بصوا ازاي شربتها، وهنسيبها بقى كده. وهنقوم بعدين فورا اخدين الكريمه بتاعتنا الحلوه دي اللي انا عاملاها على النار، بس اخد نص الكميه مش الكميه كلها. يفضل تكون طالعه من على النار فورا تتصب اهي، طالعه من النار فورا تتصب. ليه؟ عشان بتكون سايله فتتصب معانا بسهوله. النص الثاني هنعمل فيه ايه؟ هناخد مدام ناهد ونقول هنعمل ايه بالنص الثاني من الكريمه. الو مدام ناهد. الو صباح الخير يا سندريلا. يا صباح الانوار، ازيك يا ناهد يا حبيبتي؟ ازيك انت؟ والله بقالي 3 ايام مش عارفه اوصل لك. حبيبه قلبي الله يخليك يا رب. لا انا ما ينفعش ما اسمع صوتك يا ناهد، الله يخليك يا رب. والله حاولت بقالي 3 ايام يا روحي. لا معلش والله ده من سوء حظي، والله ده من سوء حظي يا حبيبتي. لا ابدا يا حبيبتي يا سيادتك، والله ايه الجمال اللي انت عاملاه ده، حرام ده. انا عايزه بقى ايه، عايزه تعملي الشوكولاتينو ده وعايزاه جنبه ايه زي ما بقول لك. عزميني بقى مع كوبايه كابوتشينو كمان، نقعد مع بعض كابوتشينو وشوكولاتينو، ايه رايك؟ اكيد ان شاء الله. اكيد يا حبيبتي ده ايه هيعدل المزاج تماما. انت طبعا فاكره الطلب اللي طلبته الاولاني. ايه حبيبتي؟ الطلب اللي طلبته الاولاني، النوجا جلاسيه. انا مش ناسياها، اصبري عليا هعمل لك احلى نوجا جلاسيه ان شاء الله. ده انت طالبها مني من كام سنه؟ مدام ناهي طالبه مني الطلب ده من سنتين ونص. من كام؟ من زمن يعني. حطي عليهم طلب تاني كمان بقى. قولي لي هاتي يلا. في كيكه
سمعت عنها وشفتها شكلها حلو، الكيكه التايوانيه. عارفاهم، حاضر من عيوني. انت ليه بتحرقي لي المواضيع ليه؟ خلينا على الخاص بقى في كومنتات. لا ما تحرقليش الحاجات. حاضر من عيوني، قريبا ان شاء الله. حاضر، تكرم عينك، تكرم عينك يا نهاد، الله يخليك يا رب. طيب انا ما رضيتش احطها عشان اقول لكم، نص الكريمه دي، النص ده اللي هو سخن، بصبه فورا يا اما طبق ازاز او حاجه كده بس استحمل الحراره عشان ايه يكون صحي يعني. دي المفروض علبه بتدخل مايكروويف، فانا صبيت فيها وفورا وهي سخنه بحط على وشها الاسترتش زي ما انتم شايفين عشان ما تعملش قشره، اوكي، واسيبها لغايه ما ايه، لغايه ما تسقع. بعد ما بتسقع اقوم اخده بقى، شايله الاسترتش واقوم اخده كده، شايفين قوامها حلو ازاي، واقوم ضايفه عليها كام، نص كوباية كريمة شانتي باودر، ضربتها بنص كوباية لبن سائع لغاية ما بقت متماسكة بالشكل اللي انتوا شايفينه. عايزين بقى تضربوا بمضرب، اوكي، عايزين تقلبوها كده لو بتتقلب معانا كمان، اوكي تمام. فبقى عندي دلوقتي كريمة مخففة، كريمة الشوكولاتة اللي حطيناها زي بودنج الشوكولاتة تقريبا، خففناها او بالعكس احنا تقلنا الطعم وحولناها لطعم مختلف تماما بالكريمة شانتي. وهنقوم ايه، عايزة بكيس حلواني، عايزة تصبيها فورا اللي يريحك. وناخد تليفون من مين؟ من استاذ حسين. الو استاذ حسين. الو، السلام عليكم. مساء الخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ حسين. الله يخليك، ايه الحاجات الحلوه الجميله بتعملها لنا دي؟ الله يخليك يا رب. انا اليوم نهارنا كله شوكولاته بصراحه. لا ما باذن الله، ده حاجات حلوه النهارده، تسلمي. وسهله، في اسهل من كده بجد؟ والله سهل جدا. لا طبعا، لا حلوه جدا وجميله جدا. الله يخليك يا رب. لا انا عايزه ايه، عايزه حضرتك او اي حد عندك في البيت، المدام او ما اعرفش الست الوده، بقى تعمله وتقولي رايك فيه. ان شاء الله، وهتصل بيك ان شاء الله. ان شاء الله، وانا مستنيه، هعتبره وعد، اوكي، تقول لي رايك فيه. اوكي، ان شاء الله. الله يخليك يا رب، الله يخليك. ميرسي، ميرسي لتليفونك. طبعا خلاص انا عامله، طبعا برجع بقول، عامله طبق صغير وكنت حاطه نص كميه الكريمه. انا مدياكم المقادير لطبق كبير، عايزين تعملوا نص مقادير براحتكم، احنا بنعمل نفس الطبق اللي قدامكم دلوقتي بالظبط. خلصنا دول، مش عايزينهم بقى، ونقرا مقادير طبقه جناش الشوكولاته. معايا استاذ طلعت؟ يلا اهي هحطها لك هنا. ده جناش سهل وعملته من غير كريمه. لو عندك علبه قشطه هتاخدي ايه، معلقه كده كبيره من القشطه زي ما انت شايفه اهي. نشوف، انا عاملاها طبعا مقادير تكفي القالب الكبير، فمعلقتين كبار. لو قالب كبير عندنا معلقتين كبار من القشطه، وحطاها كمان بالجرامات، 60 جرام من القشطه، يعني معلقتين كبار من علب القشطه دي اللي بتتباع بالسوبر ماركت. وعندي 80 جرام من الحليب، يعني ثلث كوبايه. وعندي 300 جرام من الشوكولاه المبشوره. وعندي اخر حاجه، حابه اقول اللي عايز يحط معلقه جلوكوز للصوص كمان براحتكم، بس انا مش حطاها بمقادير عشان ما يكونش حاجه ايه يعني معقده. واخر حاجه هنرش على الوش شويه شوكولاه مبشوره. طيب هنعمل ايه؟ ولا ابسط من كده، هناخد، ارجع لسلاح الهاند بلندر، وهنقوم اخدين القشطه دي. عندي بقى اي سباتولا، عايزين سباتولا ممكن استعمل دي اهي، دي سباتولا، معلش. بسم الله الرحمن الرحيم، هنقوم اخدين القشطه، عاملين فيها ايه، همزج القشطه مع الحليب اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، واقوم ضرباهم بي، يا ربي بس تضرب عشان البوله صغيره بصراحه. يلا خلاص، الحمد لله يا رانيا، هي ظبطت. رانيا بتطمن اهو. ايه اخبار الشوكولاتين رانيا، رايك فيها ايه؟ بجد تحيه لاحمد حسين، خلاص نص القالب لي. على فكره معلش، انا في ناس زعلانين مني ولازم ابعت لهم تحيه عشان من اول حلقات البرنامج وهم خلاص عتبانين علي وانا اتكسفت منهم. عايزه ابعت تحيه لمصطفى، لا لازم يعني ايه تحيه بجد، جيبوا لي وشي اهو، بحيي مصطفى عشان ما يزعلش، وبحيي محمود عشان ما يزعلش، يعني بصراحه كمان من الجنود المجهوله اللي بصراحه قايمه بشغل هايل جدا جدا معايا. يعني انتوا بتشوفوا الصفحه، ايه ده، معقول؟ ايه يا رانيا؟ ايوه سوشيال ميديا، انتوا بتشوفوا الصفحه عندي، نازل فيها الفيديوهات، نازل فيها الصور. ده مجهود، مش يعني مجهود سهل، فتحية كبيرة جدا لمصطفى والله بصراحة. لا يعني مجهود كبير هو ومحمود بصراحة، تسلم ايديكم يا رب. وطبعا طبعا لا، انا وجهت تحية دلوقتي للسوشيال ميديا عشان كانوا زعلانين مني جدا يا رانيا. ودلوقتي نرجع نعيد تحية لأستاذ طلعت،
مخرجنا واستاذ علاء ورانيا، رانيا طبعا، وتحيه والله لاي حد، وشيف سعيد وام احمد كلهم بيساعدوني. الحلقه دي مش بتظهر ببساطه. مين قولي لي؟ بشار كمان الصوت معانا والله بجد يعني، وطبعا ميك اب مروه بصراحه، وكل الموجودين معانا، وياسر كوافير وهدى كلهم والله بصح يعني، يعني انا مش عايزه انسى حد، بس كرو عمل رائع وانا مبسوطه معاكم فوق ما تتخيلوا. طيب هاخد الشوكولا بعد ما دابت فورا، بس اعطيها في الميكروويف لحظه 10 ثواني اتاكد انها دابت تماما. ودايما بقول الشوكولا ما تتحطش في الميكروويف اكتر من 10 ثواني. انا بعد معاكم يعني 1 2 لغايه 10 واقوم مطلعاها واقلب، عشان اكتر دايما الجناش او الشوكولاتات لو اتسيحت اكتر من 10 ثواني وما طلعناهاش وقلبنا، الشوكولاه عندنا طبيعتها بتتحرق، ومعنى تتحرق ان الزبده اللي فيها بتنفصل عن باقي مكونات الشوكولاه. الشوكولاه مكونه من زبده، زبده عاده المفروض تكون زبده كاكاو او بدائل، والبقيه المكونات بتاعتها، فلو اتفصلوا عن بعض بيبقى الوضع وحش جدا. خلاص وكده احنا مستعدين بعد كده ننتقل بصراحة لوصفتنا التانية يا أستاذ طلعت، وبالتالي نقدر بعدين لو خلصنا ناخد تليفون. ألو ألو ألو، ازيك؟ ألو ميرنا؟ ألو يا ميرنا. طب ممكن أطلب منك وصفة كيكة التفاح؟ حاضر. أنت بتحبي كيكة التفاح؟ طب بصي أنا علشان خاطرك هعمل إن شاء الله في مرة كيك التفاح، ونعمل تارت تفاح، ونعمل ابل باي، هعملك حاجات كتير بالتفاح. طبعا بتحبي التفاح، وانا مبسوطه يا ميرنا انك بتحبي الحاجات المفيده بصراحه، انا سعيده جدا من عيوني يا ميرنا. طبعا انتوا ايه، بس انا يمكن عشان الكريمه كانت من هنا شوي اعلى، فده اللي مخلي الجناش اهو، بس محتاج ايه اغطي. خلصنا، هنرش شويه شوكولا مجروشه، هنطلع فاصل صغير. طبقنا مش بس كده، احنا عاملين طبق تاني بنفس السهوله بنفس الابهار لمحبي الكب كيكس والبراونيز بنفس الوقت. فاصل صغير، راجعين ان شاء الله مع بعض على نار هاديه، فاستنونا. ورجعت لكم بعد الفاصل، طبعا هنكمل مع بعض. اعتقد باين من سهوله الوصفه ان احنا حتى في الحلقه انا قدرت اعمل الطبق نفسه اللي انتم شايفينه كنسخه، يعني ما فيش حاجه صعبه خالص، ده طلع زيه بالظبط. كيكه اتخبزت في الفرن، عملنا كريمه على النار نصها حطيناها صبيناها فورا فوق الكيكه اللي اتسقت بخليط الكوبايه اللبن بالكاكاو والسكر، بعدين حطينا نص الكريمه اللي على النار نصها الثاني اتشالت في الثلاجه شويه تسقع، ضربنا كريمه شانتيه خلطناها معاها حطيناها مباشره. اي شوكولا انت حابه تسيحيها وتعمليها جناش، او حتى لو حابه تعملي شوكولا قبل الدهن تخففيها بشويه ميه اللي انت يريحك. طيب ناخد مع بعض مقادير وصفتنا الثانيه، نشوف مع بعض. هنعمل مع بعض براونيز مافن عندي، يلا براونيز مافن. يعني انا عامله كب كيك بس اخد طعم المافن وكثافه المافن كده، ليه قوام المافن عفوا قصدي انا اسفه، عامله مافن اللي هو كب كيك بس بقوام وكثافه البراونيز شويه. طيب عندي كوبايه من الشوكليت شيبس عباره عن يعني تقريبا 180 جرام، عندي ثلاث كوبايات، لا ثلث كوبايه، مش شايفه من بعيد معلش رانيا تنقليني، ثلث كوبايه زبده، تلت كوباية زبدة تقريبا، تلت كوب زبدة 90 جرام، وعندي تلات ارباع كوب من الزبادي اللي هو تقريبا كان 190 جرام، وعندي بيضتين، وعندي ربع كوباية حليب 65 جرام، وعندي كوباية من السكر اللي هو 250 جرام، وعندي تلت كوب كاكاو 40 جرام، وعندي كوب وتلتين من الدقيق تقريبا 230 جرام، وعندي معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، وعندي نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا.
تمام. طبعا هنخلي شويه شوكليت شيبس للوش يعني غير اللي خلطناها في الخليط نفسه، هنيجي كده في الاخر ونحط شويه شوكليت شيبس كمان على وش الكب كيك قبل ما يدخل الفرن. طيب الكب كيك ده او المافن ده سهل جدا، محبي شوكليت بجد هيكونوا ايه حابينه جدا. هناخد البيض ونقوم حاطينه كالعاده تماما اهو عندي في العجان، ونبدا ايه نضرب. نحط طبعا الفانيليا اكيد. طبعا عايزه اقول كمان موضوع، لو مش عايزه تحطي فانيليا مش ضروري لسبب، الكاكاو الكتير بيقضي على زفاره البيض. يعني دايما انت عندك لو في وصفه فيها كاكاو اوريدي هيتقضى على زفاره البيض اللي فيها. طيب هنعمل ايه؟ هناخد الدقيق عندي، هو انا بس انا مش عارفه ده ايه ده، انا اعتقد هو ده الدقيق. طيب عندي هنا البيكنج باودر مع البيكنج صودا على الدقيق، تمام. هناخد عندي المصفى اهي اللي بحب انا انخل فيها الكاكاو زي ما انا قلت قبل ما انزله على الدقيق عندي. حابه تخلطيهم ببعض تنخليهم كلهم كمان ممكن، حلو. فانا اهو كده، معلش المصفى عندي صغيره شويه فعمال ايه بترش شويه بره. خلاص هقوي بس سرعه البيض شويه وابدا انزل، ابدا انزل بالسكر، تمام. طيب هنروح للبيض واخد معايا بايدي السكر، هنبدا ننزل بالسكر بالتدريج. طبعا بالتدريج يعني خدي وقتك، انا ممكن استعجل شويه عشان وقت حلقتنا، انت خدي وقتك لغايه ما عندي البيض لازم فعلا لونه يفتح ويبقى ضعف الحجم ولونه باهت، ما يبقاش البيض لونه اصفر زي ما انتم شايفين. برجع بقول لحد بيحط فانيليا هيحط طبعا نص معلقه صغيره او يعني نص معلقه صغيره بصراحه سايله كافي عشان بتكون دايما قويه، يعني الفانيليا السايله اللي يكون لونها بني بتكون دايما قويه، فبيكون نص معلقه صغيره منها كافي، خاصه ان احنا عندنا وصفتنا فيها كاكاو والكاكاو لوحده هيقضي على زفاره البيض. طيب هنبعد، انا عايزه على فكره اشوف كمان الكيكه اللي في الفرن، انا مش عارفه بقالها قد ايه في الفرن، هنختبرها يعني المفروض بعود خشب او اي حاجه لغايه ما عندي البيض عمال بيتضرب. خليني اشوف لو فات عليها 25 دقيقه لغايه نص ساعه بالكثير بتكون استوت. بصوا خلاص شايفين والله استوت، تخيلوا اشوف في النص ما شاء الله استوت، يعني ممكن تاخد يعني دقيقتين مش اكتر. انا ممكن اطلعها عشان ما انساهاش، ممكن في وقت الحلقه بصراحه يعني تغيب عن ذهني فاقوم ايه ناسيه ان في كيكه في الفرن اهي. كيكتنا حتى على الهوا خلصت، احطها هنا في الصلاه ولا فين؟ هحطها شويه واشيلها مفيش مشاكل، بس عايزاكم تشوفوا انها كمان استوت معانا. نشوف ايه اخبار البيض. البيض صار هايل، البيض زي ما شايفين اهو خلاص بقى هايش، بقى حجمه باين، حجمه بقى الضعف، بقى لونه فاتح، شايفين اللون كان اصفر اصفر بقى خلاص بقى عندي اسمه ايه لونه فاتح. طبعا الزبده لازم تكون طريه، معلش هحطها في الميكرويف بس 5 ثواني مش اكتر، مش عايزاها تسيح عشان ايه بس لما انزلها ما تبقاش قطع وسط المزيج، بس 5 ثواني لانه عندنا الميكرويف فورا بيسخن، مش عايزين نلاقيها سايحه. خلاص على كده بسم الله خلاص. طيب هنزل بقى بالزبده تكون طريه، هنقوم نازلين بالزبده نبدا نضرب. نزلت، ننزل بالباقي بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه تكون معي الزبده طريه، معلش انا اسفه. تمام هناخد بقى الزبده نسيبها كمان تتضرب شويه مع البيض، عايزين بس اتاكد انه في حاجات من الزبده ايه بقت في اطراف الطبق، فنلم زبدتنا نوديها للنص. انتوا خلوا الزبده طريه، كل ما كانت الزبده طريه اكتر كل ما هتعرفوا ايه تضربوها احسن في المزيج. يلا كده تمام. طيب هناخد بعدين اهو عندي مزيج المواد الجافه اهو، وعندي الزبادي
وعندي كده تمام. طيب هننزل بالزبادي عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش رانيا ننزل مرة تانية بمقادير للمشاهدين ممكن؟ يلا عشان ايه لو حد ما اخدش المقادير. عندنا بيضتين وعندنا الثلاث ارباع كوباية زبادي، عندنا ربع كوباية حليب، اهي المقادير على الهواء. هنزل بربع كوباية الحليب. خلاص كده تمام. بقى عندي المزيج جاهز اني انزل عليه بايه؟ هنزل عليه بالمواد الجافة. ممكن تنزلي الخليط ده، ممكن تنزليه في بولة، ولو نزلتيه في بولة هتقومي ايه؟ نازلة عليه بالمواد الجافة وبأي مضرب سلك يدوي أو بمعلقة هتقومي ايه مقلبة. فأنا حاليا لا، أنا هنزل بنفس العجان، بس نفس النصيحة الدائمة بليز ما تكتروش كتير الضرب بالعجان، عشان مش عايزين المزيج ده يبقى الكيك قوامه مش حلو. احنا مش بنعمل معجنات، احنا يا دوب بس هنقلب. خلاص كفايه، ننزل بالباقي. بسم الله الرحمن الرحيم، ننزل بالباقي وندي تقليبه اهي. خلاص طبعا ده انا مش عارفه افكه بصراحه دلوقتي، اهو هيتفك معايا. خلاص هقوم بقى ايه مفضيه بس المزيج، بس انا حاسه ايه، حاسه تقل سنه، هو بيكون اخف من كده حاجه بسيطه. هشوف ايه الحكايه، ممكن يكون عشان ايه ما تقلبش لسه مظبوط. تمام طيب هنقلبه بس اتاكد انه قوامه مظبوط. انتوا اشتغلوا على المقادير اللي انا حطاها بالظبط وبالجرام، المقادير هتطلع معاكم مظبوطه 100%. هو لازم يكون قوامه تقيل، بس تقيل شويه، انا حاساه تقل سنه اكتر. ممكن يكون مثلا شويه البيض عندي كان صغير، فانا ممكن اضيف بس بق ميه واوريكم القوام لازم يكون عامل ازاي بالظبط. هوريكم اهو بق ميه بسيط. ليه هو قوام تقيل؟ عشان لسه هنزل بشوكليت شيبس. ايوه هو كده. استنوا بقى هنقوم ايه، لو في بوله، بس هي البوله كبيره شويه. معانا قد ايه وقت استاذ طلعت؟ حاضر. انا عايزه بس ايه ناخد نظبط القوام، قوام الكب كيك ده يكون بس مظبوط معايا. هو ده طبعا عشان في زبادي، فالزبادي بيعمل ايه؟ هيقوم مطري الكب كيك، يعني لما هيكون مستوي معاكي هتلاقي انه المزيج ده طري، في زبده، في زبادي، في شويه الحليب. هناخد الشوكليت شيبس اهو وهنقوم بقى مقلبين، بس انا حاسه تقيل سنه. برجع بقول انتوا اشتغلوا معايا في المقادير اللي انا حطاها مظبوط، هو قوامه بيكون اخف من كده حاجه بسيطه. هنديه تقليبه. هو بتلاقوه ايه قوام بينزل بتقل، بس بنفس الوقت يقدر يشيل الشوكليت شيبس دي، فمش بتقع في قعر الكب كيك لما بيتعمل. تمام هو هتلاقوه تقيل حاجه بسيطه كمان سنه، عشان المفروض احس لما اني اسحبه بالمعلقه احسه بينزل معايا بشكل انسيابي اكتر. هيكون القوام مظبوط. حاضر. اللي هو طبعا هو المفروض اصلا في المقادير ما فيش اني اضيف ميه. انا بصوا ما بيسالني استاذ طلعه سؤال مهم، بيقول لي ينفع لبن مكان الميه؟ هي مش قصه لبن مكان الميه، هو اصلا المقادير مظبوطه بالظبط، بس احيانا احنا هنا مثلا شغالين هواء، ممكن يحصل مثلا ان ينقص اللبن شويه في المقادير. فانا شغاله معاكم، انا لازم اديكم معلومه بصراحه بصدق، فانا مش هحط لكم قوام غلط واقول لكم هو ده القوام. فانا حاولت اظبط بس قوام المزيج زي ما انا بعمله بالظبط. فهو اصلا لو اشتغلنا على المقادير اللي انا قايلاها هيطلع معانا القوام مظبوط، اللي هو كده تلاقيه ايه ممكن يكون طري سنه عن كده او كده بالظبط. تمام هناخد بالمعلقه، انا ما عنديش معلقه فممكن اخد بالسباتيولا. احاول اهي، هي دي السباتيولا نفسها اللي كان فيها الزبادي. هندي تقليبه اهي. يلا هنبدا نحاول ايه نغرف في الكوبايات بتاعتنا. بينزل كده شايفين، بينزل بتقل كده، بس هو نازل بينزل، مش ماسك في بعضه.
هو كده بيكون. لو في معلقه هنا اهي، ممكن اخد المعلقه دي وهغرف تاني. طبعا ده نقدر نملاه، يعني ده من الكب كيك اللي نقدر نملاه في الورق، عشان هو بيتنفخ شويه مش بيتنفخ كتير وبيطلع بره ورق الكب كيك. فهو ايه، اقدر املا الكب كيك كده براحتي، اخلي يدوبك مثلا فاضي من الكب كيك حاجه بتاعه يعني نص سنتي، فهو هيملى ويتنفخ ويبقى عاطيني ايه شكل منفوخ ومدور. وعشان كمان ما حدش يزعل مني في الحلقه النهارده، كل اللي ورا الكاميرات مصورين اللي تعبانين معانا كانوا زعلانين قوي، ازاي تنسي المصورين؟ لا طبعا مستحيل انساكم، تحيه لكل المصورين والكرين وكل اللي واقفين معانا في التصوير في الحلقه. والله بجد ما حدش يزعل مني اذا نسيت حد، وانا عمال بشكركم. وتحيه للمشاهدين كلهم اللي عمال بيتابعوني وعمال بيبعتوا لي في مسجات على الصفحه وتطبيقات، انا مش عايزه حد يزعل ابدا. طيب انا مش حامله كله، هو ده خلاص ملينا كام واحده، طبعا هي هتدخل الفرن اوكي، فهتبدا ايه تطرى وتسيح المزيج. بس هو المزيج بيكون ممكن اطرى سن بسيطه، بس هو بيكون كده تقيل. وهقوم نازله بقى بشويه شوكليت شيبس. انا ليه في زبده كده على ايدي؟ استنوا لحظه، بصه بلاقي ايه نقطه زبده كده في ايدي اهو. يلا ضروري، لا ده انا ورانيا هنطلع نعمل حفله دلوقتي، هنطلع انا ورانيا. والله انا نفسي كل المشاهدين عمال بيتفرجوا علينا يطلعوا يعملوا زينا، يقوموا ايه اخدين حته من كلنا بعد الحلقه كل اللي في الكنترول معزومين على كوبايات كابوتشينو وقطعه من ايه من الشوكولاتينو ومن البراونيز المافن ده. طيب هدخله على فرن كام؟ على الفرن المعتاد اللي هو 180 درجة من الأسفل فقط. لو عندك مروحة شغلي، محدش يشغل من فوق خالص، بياخد تقريبا خلينا نراقبه يعني من 17 دقيقة ل 20 دقيقة. واللي بيحبوه من جوه يكون فيه سن الطراوة، يعني مش بيحبوه يكون ناشف، خليه وقت أقل، يعني خليه 17 دقيقة، خليه 16 دقيقة، لما تدخلي الشوكة تطلع فيها لسه حاجات طريه. ده بيعمل ايه؟ ده بيخلي من جوه في طراوه. لا حباه مستوي خالص، خليه لغايه ما تدخلي الشوكه وتطلعيها وتلاقيها ناشفه تماما. طيب طبعا احنا عندنا دول، مش عارفه اقطع واحده عشان نشوف القوام ولا طب تصوره ولا اقطع واحده منهم اهو، هم دول. طبعا ده حاطه بس حته شوكولاته بيضه يعني وايت شوكليت سيحتها وحطيتها بقوالب سيليكون، وطلعت البابيونات الصغيرين حطاهم. انا عايزه بس اقطع واحده منهم. اوكي يلا مثلا انا ممكن اخد لكم يلا ناخد دي، عايزه اوريكم. طبعا ده على فكره بقاله عاملاه من فعلا 3 ايام وكنت حطاه في التلاجة. بصوا هو طري، لا زال طري، وعايزه افتحه من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. محبي الشوكولا شايفين الشوكليت شيبس مش بتقع. تحيه للاستاذ احمد حسين. لا استاذ احمد حسين من عاشقي الحلويات انا عارفه. طبعا دي وصفاتنا اليوم، وصفات سهله بسيطه مش بتاخد وقت، مش ضروري تكون الوصفات معقده عشان نطلع حاجه حلوه، احنا ممكن نطلع حاجات حلوه جدا بطريقه سهله جدا، فالموضوع بسيط. وانا بحاول معاكم ان شاء الله في الحلقات الجايه دي يكون دخولنا المطبخ ممتع مش دخول ممل. طبعا بشكر استاذ طلعت وبشكر كل اللي كانوا معايا النهارده في الحلقه، واتمنى يا رب تكون الوصفات عجبتكم. حابه اقول ان الوصفات دي هتلاقوها باذن الله كالعاده بعد الحلقه بتنزل ان شاء الله، بينزل الفيديو في الصفحه عندي، صفحه غفران كيالي، ادخلوا على الفيسبوك الصفحه باسمي سواء دورتوا بالعربي او الانجليش، بس انتبهوا من الصفحات المزيفه. اوكي صفحتي اللي تقريبا دلوقتي داخله على 300,000 مشترك، هتلاقوا ان شاء الله الوصفات نازله، صوره تحتيها المقادير بالطريقه بالتفصيل، هتلاقوا مقاطع الفيديو اللي فاتته الحلقه يقدر يشوفها تاني. ما تنسوش الاعاده كمان الساعه 8 الصبح، ولينا لقاء مجدد ان شاء الله باذن الله يوميا ان شاء الله بكره باذن الله بنفس الموعد الساعه 12. وبقول لكم يا لقاء.